إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونترك من يفجره اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة الكرام إني أوصي نفسي الخاطئة وإياكم بتقوى الله فإنه أمر الله للأولين والآخرين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين أيها المسلمون إن من المقاصد الكبرى لدين الإسلام إتمام صالح الأخلاق وإكمالها يقول الحق سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق Brothers and sisters, Islam is a comprehensive way of life and morality is one of the cornerstones of Islam. Allah subhanahu wa ta'ala says, Certainly did Allah confer great favor upon the believers when He sent among them a messenger from themselves, reciting to them His verses and purifying them and teaching them the book. And in the hadith, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, I have only been sent to perfect good moral character. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس أدبا وأكثرهم خلقا وأعظمهم سلوكا وأجملهم شخصية فهو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam has a very high quality of moral. And in order to reach the target of reaching high standard of morality, a Muslim needs to try to emulate the behavior and the morality of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah confirms that in a verse when He subhanahu wa ta'ala says, You have an excellent model in the Messenger of Allah for all who put their hope in Allah and the last day and remember Allah much. Therefore, we must believe that Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the best and greatest model of the morals. وقد كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم غاية في حسن الخلق قال أنس رضي الله عنه
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وقالت عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن شخصيته وصفته وهويته عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن، يعني كان يتمثل أخلاق القرآن الفاضلة، وقد أثنى عليه بذلك ربه جل وعلا في كتابه الحكيم وقال وإنك لعلى خلق عظيم. In the Quran, we read the description of the Prophet morals when Allah subhanahu wa ta'ala says, and indeed, you are of a great moral character. And in Sunnah, Aisha radiallahu anha was once asked to describe the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. She replied that he was the Quran walking, meaning that his behavior was the Quran translated into action. Also, it is narrated that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam did not indulge in loose talk, nor did he like to listen to it. He used to say, the best of you is the best among you in conduct. We can try to be like him in order to be close to him in the hereafter. He sallallahu alayhi wa sallam said, the dearest and nearest among you to me on the day of resurrection will be one who is the best of you in manners. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم مما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Dear brothers and sisters, fear Allah as he should be feared. أيها الإخوة الكرام، ما دام أن ديننا الإسلامي هو دين الأخلاق، وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم العطرة هي الصورة الناصعة والجميلة لأخلاق النبوة العطرة، فإن التمسك بدين الله بكماله وشموله والتأسي بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بجماله وسموه أمر واجب على كل مسلم. فإننا معشر المسلمين دعاة إلى الإسلام بهذا الخلق وهذا الاتباع، وكما أننا علينا أن نتمثل أخلاق الإسلام، علينا أيضا نحن معشر المسلمين أن نكون دعاة إلى الأخلاق والفضيلة، أن نكون دعاة إلى الأخلاق والفضيلة، الأخلاق الإسلامية العالمية النبيلة التي تنطلق من قاعدة صلبة أصلها حب الله ورسوله، أصلها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، أصلها حب الله خشيته وتقواه في السر والعلن. الأخلاق الإسلامية التي ترعى العدل والعدالة في حال الغضب والرضا على السواء. الأخلاق الإسلامية التي تدعو لصلة الرحم وإعطاء الآخرين حقوقهم من الفقراء والمساكين والأجراء والعاملين. الأخلاق الإسلامية الفاضلة التي تدعو للاعتدال والوسطية لا للتطرف ولا للانحراف. نسأل الله التوفيق. Brothers and sisters,
Morality in Islam addresses every aspect of a Muslim's life, from greetings to international relations. It is universal in its scope and in its applicability. A Muslim is expected to not only be virtuous, but to also enjoin virtue. Muslim must not only refrain from evil and vice, but must also actively engage in asking people to issue them. Muslim should remain conscious of Allah, whether in private or in public, to speak justly, whether angry or pleased, should show moderation in both situations, in the case of poorness or richness. All Muslims should be in good characteristics, morals, and behavior every time, everywhere, in different situations and cases, that because we are Muslims. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على البشير النذير والسراج المنير فقد أمرتم بقول الحق سبحانه في محكم التنزيل بالصلاة والسلام عليه حين قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك ورحمتك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه يا ربنا لكل خير اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره وتدميره يا سميع الدعاء اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين المكلومين في كل مكان اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم احفظهم بحفظك اللهم اكلأهم برعايتك اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام واكنفهم بركنك الذي لا يرام ولا يخابون وأنت رجاؤهم يا رجاء المستغيثين ويا غياث الخائفين يا رب العالمين اللهم اهدنا إلى أحسن الأقوال والأفعال والأخلاق لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والنفاق ومساوئ الأخلاق اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والنفاق ومساوئ الأخلاق اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والنفاق ومساوئ الأخلاق اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فاغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور اللهم إن كان من بيننا عاصيا أو فاسقا أو غير مسلم فأخرجنا يا رب بهداية من عندك وتوفيقا يا أرحم الراحمين اللهم إن كان من بيننا عاصيا أو فاسقا أو مذنبا أو غير مسلم فأخرجنا بهداية من عندك وتوفيقا يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة الله أكبر سبحان الله بكرة وأصيلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله